لك. دعونا مشاهدينا نمر إلى موضوع آخر لنهاري اليوم. طبعا قبل ذلك نتمنى النجاح والتوفيق للجزائر في الشان ولكل الفرق المشاركة. نمر إلى موضوعنا الثاني لنهاري اليوم. أوقع رئيس الوزراء المغربي أخانوش بلاده أو خارجية بلاده في ورطة. رئيس الوزراء المغربي أقر عبر منشور له على صفحته أو صفحة رئيس الوزراء على فيسبوك بأن المغرب تتبنى جزءا من اتفاقيات إبراهام. أخانوش وفق المتابعين يورط بذلك السياسة الخارجية للمغرب التي يقودها ناصر بوريطة بتوجيهات مباشرة من محمد السادس، إذا أوقعهم في موقف محرج بذلك. طبعا المغرب أو الخارجية المغربية لم تكن تعترف بهذا الأمر بأنها جزء من اتفاقية إبراهام الموقعة من قبل الإمارات والبحرين رفقة الكيان الصهيوني، وإنما كانت تذهب في كل مرة إلى القول بأن الاتفاقية ثلاثية مع الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحدة الأمريكية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا، دعونا نربط الاتصال بالأستاذ توفيق قويدر شيشي المحلل السياسي، يلتحق بنا عبر خدمة سكايب من باريس. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية للسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ توفيق قويدر شيشي. هل فعلا يمكن القول بأنه أخانوش قد أوقع خارجية بلاده، أوقع أيضا على رأس الخارجية، طبعا هي تدار بتوجيهات مباشرة من الملك محمد السادس، في ورطة كبيرة بهذا الاعتراف، إقرار بأن المغرب هي جزء من اتفاقية إبراهام؟ صحيح، هذا يعكس مدى التخبط، عدم وضوح الرؤية والازدواجية في السياسة الخارجية للمغرب، وبالتالي هذه الشطحات، يعني الشطحات الكثيرة وما أكثرها لبوبريطة أو لأخانوش رئيس الحكومة. الآن سقط السيد أخانوش بتصريح على حد قوله في تغريدته وفي تصريحه بأن المغرب ليس جزء من اتفاقيات أبراهام التي وقعت في 16 أوت 2020 في عهد ترامب، وقد وقعها كل من طرف الإمارات العربية المتحدة والبحرين ودولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب. إذن السيد أخانوش يقول بأن المغرب هي هذا الاتفاق، وبالتالي أوقع في حرج، يعني أوقع أو خلط الأوراق أو أن بعبارة آخر بمفهوم المعاكسة، لماذا لا نقول بأن المغرب أو نظام محمد الخامس، نظام المخزني، عفوا محمد السادس، يقول أنه يبارك هذه الاتفاقيات. لماذا؟ لأنه نعرف بأن المكر والخداع والازدواجية وعدم التصريح، يعني عدم وضع النقاط الصراحة، يعني الصراحة والوضوح، الضبابية، كل هذا ينتاب أو يشوب السياسة الخارجية المغربية. وبالتالي هم المخزن يقول يريد أن يتبرأ من تصريحات أخانوش أو يحاول قدر المستطاع التغطية على الهفوة أو الورطة التي أوقع فيها أخانوش، الذي أوقع فيها كل من بوبريطة وملك محمد السادس، لأن بوبريطة يأتمر هو الموجه الأساسي للسياسة العام الخارجية للمخزن المغربي. وبالتالي هو يقول يحاول الآن يعني ترقية أو إصلاح هذه الورطة أو هذه الهفوة، ليست هفوة يعني في الحقيقة ورطة وقع فيها النظام المغربي،
وبالتالي قال بأن نقص أن المغرب ليس في هذه الاتفاقيات اتفاقية أبراهام التي تضم كل من الإمارات والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل في عهد الجزار الذي عاد للأسف الشديد بقوة بنيامين نتنياهو. هو قال بأننا نحن في الاتفاق الثلاثي المبرم في الرباط في عام 2020 في ديسمبر، يعني والذي حضره بكل من الممثل الأمريكي والممثل الإسرائيلي وبوبريطة تحت مرأة الملك محمد السادس. وكان يعني محاولة من إيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بأن هذا الاتفاق يخص الاتفاق الصحراء الغربية وليس اتفاقية أبراهام. ولكن سيدتي الفاضلة، ما الفرق بين اتفاقية نعم أبراهام؟ كنت سأسألك عن هذا، لماذا يتحاشى نظام المخزن أن يعترف بأنه جزء من اتفاقية أبراهام ويصر في كل مرة على أنه فقط هناك اتفاقية ثلاثية موقعة بينه وبين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية؟ ما الفرق بين الأمرين؟ ما الذي يريد أن يتستر عليه أو لا يعترف به على الملأ؟ أولا يريد أن يعطي أو يصدر يسوق للرأي العام الداخلي والعربي بأننا أو أن الاتفاقية أبراهام خطيرة، وهي اتفاقية تطبيع، وهي اتفاقيات اقتصادية وسياسية وأمنية، وكأن المغرب بعيد وكأنه مسكين، يعني بريء براءة الذئب من دم يعقوب، ولكن هذه يعني وكأنه بعيد عن الاتفاقية الأمنية والاتفاقية العسكرية والاتفاقية السياسية والاتفاقية يعني السيبرانية، ويعني ويقول فقط بأننا أن الاتفاق الثاني هو أهون وهو بسيط ويمس السياسة العامة للبلاد ويخدم البلد، وهو أن الاتفاق الذي وقع بين الثلاثي يعني الأخير الذي وقع بين ترامب في عهد ترامب وممثل كين الصهيوني وبوبريطة في 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 الرباط تحت رعاية تحية مرأة، الاتفاق الثلاثي في 20 ديسمبر 2020، وكأنه اتفاق فقط يمس الصحراء الغربية فقط. لا، ليس هناك يعني فرق، بالعكس أنا أرى اتفاقية الثلاثي هو أخطر. لماذا؟ لأن البروتوكول، من يقرأ البروتوكول الاتفاق الثلاثي هناك خطورة، بل تعدى التطبيع، يعني التطبيع أو اتفاقية أبراهام أهون بكثير من الاتفاق الثلاثي، لأن الاتفاق الثلاثي الذي عقده المغرب مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة فيه أولا الحديث عن قواعد عسكرية، فيه اتفاقية أمنية وهي خطيرة، يعني حتى أن هذه الاتفاقية الأمنية وقواعد عسكرية حتى أنها أثارت غضب إسبانيا، وطبعا مما أدى طبعا إلى غلق الحدود وغلق الحدود الجزائرية المغربية والمجال عفوا الحدود المجال الجوي الجزائري تم غلقه وقطع العلاقات ووقف إمدادات الغاز. يعني قاعدة عسكرية ماذا تنتظرين؟ أيهما أهون؟ اتفاقية أبراهام التي تدل على تطبيق، في حين أننا كل السياسة إذا لخصناها بصفة بكلمة واحدة، سواء اتفاقية أبراهام أو اتفاقية الثلاثية التي عقدت في عهد ترامب حول الصحراء الغربية، كلها تؤدي إلى التطبيع وتبادل السفراء وتبادل البعثات التجارية وتبادل الثقافية وتبادلات القنصلية. إذن يعني هو نوع من التغطية على أخانوش بأن هناك فرق، ولكن القصر الملكي المخزن المغربي أخطأ عندما يحاول أن يوهم إلى الرأي العام الداخلي والخارج بأن هناك فرق بين اتفاقية أبراهام التي هي في محلها التي فيها ليست السلام بل هي هدر لحقوق الفلسطينيين ونهب العقار الفلسطيني وبناء المستوطنات، خاصة سيدتي الفاضلة بعد عودة
المتشدد أو الجزار بنيامين نتنياهو الذي قال بأننا عندما تصور سيدة الفاضلة أثناء التوقيع على اتفاقية أبراهام ماذا قال؟ قال في الحرف الواحد أننا في وضعية بوز، وضعية بوز معناتها وضعية مؤقتة أو ليس هناك تجميد لبناء المستوطنات، بل سنوقع الاتفاق ولكن مصير المستوطنات الفلسطينية والعقار الفلسطيني مؤقت يعني، والآن عاد بقوة مع الحكومة الجديدة المتطرفة وما حدث في الأقصى ما يعني معروف يعني نعم. عندما والبقية معروفة سيدتي الفاضلة. طيب أستاذ توفيق ودرشيشي، دعني أقف عند عبارة تضمنها منشور أخنوش على فيسبوك، يقول في زلة لسانه لا سيما وأن اتفاقيات أبراهام التي انخرط فيها المغرب تشكل نجاحا دبلوماسيا يدشن لحقبة جديدة من السلام والاستقرار انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس وفق تعبيره وفق منشوره. عن أي نجاح دبلوماسي يتحدث أستاذ توفيق ودرشيشي؟ ما الذي جناه المغرب من تطبيعه المذل مع الكيان الصهيوني؟ والله في الحقيقة يعني لو قمنا لو طرحنا يعني إجابة على السؤال كماذا جنى يعني لم يجني شيء. هل هو كان يقول بأن المغرب تغير يعني رفعوا شعار كبير مغرب اليوم لم يعد مغرب الأمس، وبالتالي وكأنه ينظرون إلى نوع من البراغماتية، وهذه البراغماتية ماذا جلبت لهم؟ لم تجلب لهم شيئا لحد الآن، لا اتفاقية أبراهام، والدليل على ذلك هناك دول عربية يعني سبقتهم وكانت رائدة في التطبيع وفي اتفاقية السلام على غرار الأردن ومصر وبعض الدول. ما هي النتيجة؟ النتيجة لا شيء يعني، بالعكس لم يتم استرجاع بعض الأراضي التي سواء منزوعة السلاح أو الأراضي التي تحتلها إسرائيل لحد الآن لم ينجو، لم يجلبوا شيئا من هذا. هل قدموا لهم تكنولوجيا متطورة؟ هل قدموا لهم يعني في المحافل الدولية أصبحت المغرب يعني لديها مقعد في المحافل الدولية؟ بل بالعكس هناك فضائح في المحافل الدولية، محافل في التجسس، محافل يعني كذلك قدمت لهم برنامج بيجاسيس وأصبح فضيحة، ويعني لم تجني شيئا. المواطن المغربي لو تم استفتاء، صدقيني سيدتي الفاضلة، لو تم الاستفتاء وقال هل أنتم مع التطبيع مع إسرائيل لوجدت الأغلبية يعني لم نقل 70 أو 80% يقولون لا نوافق السياسة، لكنه الشعب المغربي مقهور ومغلوب على أمره ولا يستطيع أن يدلي برأيه في هذه السياسة. لم تجني السياسة الخارجية المغربية، سياسة التطبيع لم تجني شيئا ولم تحقق لا الرخاء ولا الازدهار، لأن الإسرائيلي الكيان الصهيوني ينظر إلى المواطن العربي بنظرة الاستعلاء، وبالتالي يريد زرع الفتن بين البلدان العربية والإسلامية فيما بعضها. وحتى أن إسرائيل حتى أن إسبانيا تضررت من هذا الاتفاق لأنه اعتبر خطرا عليها، وقامت باستشارات ثنائية بين الكيان الصهيوني في خاصة فيما يخص القاعدة، يريدوا زرع الفتنة بين الأشقاء بين شمال إفريقيا. يعني هو قادم من منطقة شرق بعيدة، منطقة شرق أوسطية، أتى من أجل البلبلة. وصدقيني سيدة الفاضلة أن المغرب لن يجني لا ثمار التقدم ولا ثمار التكنولوجيا ولا يعني التفوق، لا تفوق عسكري ولا تفوق اقتصادي ولا يعني المساعدة في الزراعة. هناك دول يعني كبيرة سيدتي الفاضلة كان بالإمكان الاستعانة بها، ولو كان حكيما يعني لو وجد منظرا للسياسة الخارجية المغربية لقال أنا أفضل أضحي بإسرائيل من أجل جاري الجزائر، أفضل أن أقوم بعلاقات ومتينة مع الجزائر أحسن من أجلبها أو أقوم بالاستقواء. المغرب قام بالاستقواء على يعني
بالجزائر كما بإسرائيل على الجزائر، ولكن هيهات، فالجزائر لديها قواتها ولديها جيشها وهي تعتبر دولة إقليمية. إذن إجابة على سؤالك، المغرب لم يجني شيئا سوى العار، ويزداد الغضب الداخلي والرفض سياسة التطبيع، لأن هناك من جربها سيدة فاضلة، لا يمكن تجريب المجرب، هناك دول عربية. شكرا جزيلا لك. نعم شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة. أستاذ توفيق ويدرشيشي المحلل السياسي والكاتب الصحفي، كنت معنا من باريس على المباشر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نصل إلى ختام هذا الجزء من هذه الفترة الإخبارية، إن شاء الله ألقاكم عند 8:30. السلام عليكم.